سعادة مساء أفريقيا الجميل، أهلا بيكم مشاهدينا حلقة جديدة من زوم أفريكا. كلامنا عن أفريقيا وجمالها ما بينتهيش، قارة التنوع الثقافي والاجتماعي والفني اللي بتتميز بتراثها وتاريخها وكمان شعوبها. النهاردة معانا قصص وحكايات مختلفة من قارتنا، حاجات كتيرة هتعرفوها عن أفريقيا وجمالها في حلقتنا النهاردة، منها لقاء مع فرقة غنائية من غينيا، هنتكلم معاهم عن الموسيقى في غينيا وأنواعها والفن الأفريقي، وكمان هنسمع منهم أغانيهم. معانا لقاء مع بنجورة من غينيا، مقيم في مصر وبيحلم بتأسيس مدرسة لتعليم الأفارقة في مصر. هيكون معانا ضيوف من دولة جامبيا، هيكلمونا عن عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم عن فترة وجودهم في مصر. وهنبدأ حلقتنا بلقاء مع المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واللي اتكلمنا معاه عن مؤتمر الإبداع في زامبيا ومبادرة جو تو أفريك، وإزاي نشجع المستثمر إنه يتجه لأفريقيا. مشاهدينا برحب بحضراتكم في زوم افريكا، معايا دلوقتي لقاء مع المهندس خالد ابراهيم، رئيس غرفه صناعه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. برحب بحضرتك في زوم افريكا. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله على السلامه من زامبيا. يعني عايزين نحكي مع حضرتك على الرحله، تمام، وكمان على دور الغرفه، وسمعت كمان ان في مبادره حضرتك عاملينها اسمها جو تو افريكا، فمحتاجين بقى نتكلم باستفاضه عن الموضوع. احنا عملنا مؤتمر وطن رقمي في يونيو اللي فات، وكنا اطلقنا ثلاث مبادرات في المؤتمر ده، واحده منها اسمها جو تو افريكا، والثانيه مانيو تيك، والثالثه اللي هي ديجيتال ترانسفورميشن في اتحاد الصناعات. تمام. الموضوع بتاعنا طبعا ان احنا كل مبادره من المبادرات دي ابتدت تاخد الوجه والشكل بتاعها العام، علشان نقدر، لان ده البورد الجديد ده نصب في بدايه السنه، فابتدينا نعمل خطه عامه لهاو ان احنا ازاي ان احنا هنقدر نخدم قطاع تكنولوجيا المعلومات ونخدم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في المستقبل. تمام. فكان دي كانت بعض الافكار اللي احنا حطيناها مع بعض وبنبدا ننفذ فيها. والنهارده طبعا احنا بنتكلم على جو تو افريكا. فجو تو افريكا دي احنا كنا عملنا خطه ان احنا نزور في خلال السنه نزور 8 بلاد افريقيه. ما شاء الله. فده طبعا يعني تاسك كبير شويه. هنبدا بيه، بدانا بزامبيا، لان زي ما حضرتك عارفه زامبيا هي الدوله اللي فيها الكوميسا، وفي حواليها 8 دول معتمدين عليها بشكل كبير. 8 دول جوار، صحيح. بالظبط كده. فاحنا قلنا ان احنا نبدا من زامبيا، وهنبدا من زامبيا نبدا نتوسع الى باقي الدول الافريقيه. فكانت الزياره بتاعت زامبيا دي احنا خدنا معانا 10 شركات في مختلف التخصصات بالنسبه لتكنولوجيا المعلومات، وخدناهم معانا علشان نبدا نبحث فرص الاستثمار وفرص الشغل في زامبيا. عايزه بس اقف شويه، يعني هقطع حضرتك. قصه ان الشركات تروح افريقيا سهله، يعني احنا عمالين نماركت افريقيا، هل الشركات عندها قابليه وعايزين فعلا يروحوا، ولا خايفين وقلقانين؟ يعني ازاي حضرتك هندلت الموضوع ده؟ هو طبعا الشركات يعني عندها نوع من انواع التخوف، واحنا دورنا كغرفه ان احنا نحاول ان احنا نذيل التخوف ده من عند الشركات، علشان نشجعهم للدخول في هذه الاسواق. تمام. فاحنا بندي لهم دعم وبنرتب لهم كل حاجه، بنرتب لهم الماتش ميتنج، بنرتب لهم الاجتماعات بتاعتهم، فهم لما بيروحوا هناك بيحسوا ان الدنيا سهله.
أفريقيا بالنسبة لنا يعني حاجة زي بيقولوا جولد ماين، يعني كنز إحنا مش واخدين بالنا منه. صحيح. ولو إحنا بنفكر إن إحنا نزود الصادرات بتاعتنا وإن إحنا فعلا نعمل طفرة في الصادرات، فلازم نبدأ بأفريقيا. لأن الأفريكان بصلنا كأننا بلد أدفانسد بالنسبة لهم. عظيم. فالفكرة دي إن إحنا لازم نكابتلايز أو يعني ننتهز هذه الفرصة ونبدأ إن إحنا نركز نشوف إيه اللي إحنا ممكن نعمله. أبداً على فكرة مش بتكلم بس على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنا بتكلم على كل عناصر التصنيع والمصانع يعني عندنا فرص كبيرة جداً جداً في أفريقيا. وكل لما بنروح يعني هو المؤتمر ده كان على هامشه في حوالي 28 وزير من الاتصالات في أفريقيا كلهم، وإحنا قعدنا مع معظم الناس وقعدنا مع ممثلين من الشركات والحكومات الأفريقية، وكلهم بيقولوا نفس الكلام، أفريكا تو أفريكا. يعني هم عندهم حنين إن التكنولوجيا الأفريقية دي تبقى معتمدة على بعضها، يعني احنا نعتمد عليهم وهم يعتمدوا علينا. صحيح. وبما ان احنا عندنا شويه نوع من انواع الادفانتج او التطور شويه، فممكن الايه الميزان يجي في الكفه تيجي ناحيتنا احنا شويه. فلازم برضو احنا لما بنيجي نبص هم برضو باصين ان هم يستفادوا، يعني هو الموضوع مش موضوع ان انا عايز اروح اخد منهم بزنس واجي. وين سيتويشن لازم يبقى في تكنولوجي ترانسفير. احنا عندنا شركات اوريدي بتفتح فروع في زامبيا اوريدي، من عندنا شركات عملت بارتنرشيب مع شركات زامبية وهم كانوا مبسوطين جدا جدا من الموضوع دوت. فاحنا الرول بتاعنا كغرفة ان احنا ننمي الاعمال على الصعيد الافريقي ونسهل على الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات طبعا لان ده تخصصنا الدخول في الاسواق الافريقية. يعني عايزة برضو اكمل على موضوع زامبيا، حك قلت ان بعد زامبيا هيكون في 8 دول، من وجهة نظر حضرتك يعني ازاي اخترتوا الدول دي وايه هم؟ هو طبعا يعني برضو عايز اقولك ازاي احنا بنختار الشركات. برضو انا يعني بس عايز اشرح لحضرتك الموضوع، علشان احنا ننمو في السوق ده لازم يكون معانا شركات كريدبل، يعني المنتجات بتاعتها دي مدروسة والمنتجات بتاعتها دي ناس صدرت قبل كده. واحنا بنتعاون مع غرفة سوري مع ايتيدا اللي هي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في اختيار الشركات اللي هي عملت تصدير قبل كده وصدرت لبلاد عربية او بلاد اوروبية او بلاد افريقية، عشان نتأكد ان المنتجات بتاعتها منتجات تصلح ان هي تتصدر، وفي نفس الوقت لازم ان احنا لو دخلنا في الاسواق دي لازم يكون عندنا نوع من انواع الثقة في المنتجات المصرية. صحيح. ذات القيمة المضافة. صحيح. نيجي للبلاد، البلاد احنا بصينا على نوعية، يعني ابتدينا نفكر البلاد اللي هي ليها رول وبتأثر في بلاد حواليها، بصينا على البلاد اللي هي التحويلات الدولارية من عندها أو التحويلات من عندها سهلة إلى حد ما، بصينا على الدول اللي فيها نوع من أنواع الاستقرار السياسي. فإحنا اخترنا الدول بناء على دراسة في من عدة نقاط ادت لنا شكل كده ان دي الدول اللي احنا نقدر، يعني احنا شفنا قابلنا دول في افريقيا وفي الاجتماعات اللي احنا قابلناها دول احنا مثلا مش هنروحها لان احنا عارفين ان فيها عندها شوية مشاكل. صحيح. فاحنا اخترنا البلاد، يعني لو عشان ادي لحضرتك اللي هم طبعا زامبيا وعندنا اوغندا وعندنا تنزانيا وعندنا كوديفوار، ولكن احنا اخترنا زي ما قلت لحضرتك كانت السيليكشن كريتيريا بتاعتنا يعني فيها عناصر كتيرة جدا، بس العناصر الأساسية هي اللي أنا شرحتها لحضرتك. مبادرة بقى يعني بحجم جوتو أفريكا، يعني مبادرة مهمة تمام عايزين نتكلم عليها، وبيجي لنا تساؤلات كتيرة من السادة المشاهدين، أنا عايزة أروح أفريقيا، عايزة أستثمر، أعمل إيه، أنا خايف، أنا عايزة يعني من خلال وجود حضرتك في يعني في مبادرة زي دي وكنت عايك يعني في زامبيا، عايزين نتكلم أول على المبادرة و ازاي نشجع المستثمرين ورجال الاعمال والشركات ان هي تروح للسوق البكر وقارتنا افريقيا. هو طبعا احنا كغرفه وغرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احنا عندنا ميزه مش عند حد تاني، يعني بحكم طبعا ان احنا الاستثمار بتاعنا الاستثمار في العقول، يعني احنا معظم الشركات بتاعتنا شغاله في السوفت وير،
في التريننج، في الخدمات. أوكي. يعني حاجات كلها services oriented. يعني ما هياش products، يعني هي it's things، يعني حاجات معتمدة على العقل والانوفيشن والحاجات دي كلها. فدي طبعا بتدينا competitive advantage، ان انت النهاردة لما بتروح بتتواصل مع الشركات هناك وبتفتح في شركات هناك وبيبقى الموضوع سهل، ما فيش نوع من انواع التعقيدات، لا في تعقيدات مثلا في shipping، في logistics، الحاجات اللي هي ممكن تعمل للناس بعض المشاكل احنا عندنا ادفانتج فيها. انا مش بقول ان في مشاكل في الحاجات دي، ولكن انا بتكلم ان جنرال ان احنا عندنا ادفانتج في الحته دي، والحته دي اللي احنا كابيتالايزنج عليها او ان احنا حطينا كركيزه اساسيه علشان احنا ننمو في هذا في 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 موضوع جوتو افريكا. طبعا يعني احنا في زامبيا بالذات، هو طبعا كل دوله ليها الشكل العام وازاي ان انت تعمل بيزنس. صحيح. بس انا احنا شايفين ان من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها ان انت لازم يكون عندك بارتنر في زامبيا او بارتنر في الدوله الافريقيه عموما، لوكال بارتنر. اللوكال بارتنر ده بقى انت تعتمد عليه حسب العلاقه اللي ما بينك وما بينه ومدى الثقه اللي انت عندك فيها في اللوكال بارتنر ده. حك فتحت جزئية مهمة جدا اللي هي بتخوف كل الشركات، ان انا ازاي اختار اصلا اللوكال بارتنر بتاعي. يعني ده ممكن يكون نقطة قوة ونقطة ضعف. هو طبعا يعني التعاون مع السفارة المصرية، طبعا احنا كنا lucky enough ان احنا عندنا مجموعة من الناس اللي في سفارة مصر في زامبيا، المكتب التجاري هناك ساعدونا في الموضوع ده. ولازم يعني احنا لو هنفكر في موضوع جو تو افريكا ده لازم يكون في نوع من انواع التنسيق، واحنا ان شاء الله يعني برضو الاسبوع ده احنا الاسبوع هنقعد مع الجماعه بتوع التمثيل التجاري، لاني لازم يكون في تنسيق على مستوى الدوله. وطبعا في برضو بنوك بتشجع موضوع الصادرات لافريقيا. فإحنا يعني محتاجين إن إحنا نعمل منظومة عشان الشركات تستفيد بيها كلها. إنما لما بنيجي على اللوكال بارتنر لازم أنت بتتشيك الريفرنس، هل الشركة دي مثلا عندها في البنوك، عندها إيه الائتمان، حد الائتمان بتاعها، الشركات دي هل هي شركات الأعمال بتاعتها إيه، هل مثلا بتتعامل مع الحكومة، بتتعامل مع القطاع الخاص. وطبعا بتسأل الناس بتوع التمثيل التجاري لأنهم بيبقى عندهم معلومات عن الشركات دي، فلازم برضو نعمل دراسة على الشركات والبارتنرز قبل ما نشتغل معاهم. وطبعا بقى لو في بقى حاجات ماديه وكده، فكل واحد طبعا لازم ياخد الاحتياطات بتاعته، سواء بقى في عقود او غيره، على اساس يتاكد ان بس هو الناس عموما مخلصه وعايزه تشتغل. يعني طبعا كل البلاد فيها نوع من انواع الريسك والمخاطر، ولكن ان جنرال المخاطر عندهم الى حد ما محدوده. مهندس خالد ابراهيم، نورتنا في زوم افريكا، رئيس غرفه صناعه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدي زوم أفريكا، فاصل وراجعين لكم تاني. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم وبعد الفاصل. منورني في الاستوديو أستاذ محمد أنجاي وأستاذ محمد الهاشمي من دولة جامبيا. برحب بحضرتك في زوم أفريكا. شكرا. أهلا وسهلا. الله يبارك. طيب هنتكلم بقى عن دولة جامبيا. تمام أستاذ محمد، عايزاك تحكي لي أصلا يعني عن الدولة، يعني دولة جامبيا موجودة فين، عدد سكانها إيه، اللغة، يعني عايزين نتكلم ونعرف سادة المشاهدين أصلا على الدولة الجميلة دي. طيب نشكر حضرتك لاستضافتنا في برنامج زوم أفريكا. وغامبيا طبعا دولة في غرب أفريقيا وتهدها سنغال في جميع الجهات ما عدا الجهة الغربية، فهي مطلة على المحيط الأطلسي. هي دولة صغيرة مش كده؟ أيوة. دولة صغيرة يعني حجما، ولكن دولة كبيرة يعني فعلا. ويعني كما تعرف ونحن جيران للسنغال. وغامبيا هي بلد لها عدة قبائل، وأيضا فيها تنوع الثقافي واللهجات أيضا مختلفة.
ودولة معظم أو أغلبية شعبها عندهم اعتقاد بمعتنقين للديانة الإسلامية و5% يعني للديانة المسيحية، وبعد عندهم يعني معتقدات تقليدية ولكن بنسبة صغيرة جدا يعني. نعم هذا هو غامبيا. تمام. طيب أستاذ محمد الهاشمي بقى، اللغة الرسمية الإنجليزية ولا الفرنسية؟ لا، اللغة الرسمية بالنسبة لغامبيا هي اللغة الإنجليزية. أما البلد المجاورة لنا التي هي نحن السنغال. بين أحضانها وهي السنغال، لغتها الرسمية ما نستغربت الإنجليزية. يعني إزاي بتتكلموا اللغة الإنجليزية وأصلاً ثلاث أرباع زي ما قلت يعني حدود الدولة من السنغال، يعني السنغال تتحدث اللغة الفرنسية. نعم هذا يعود إلى الاستعمار. أوكي. نعم، فغامبيا استعمرها بريطانيا وسنغال استعمرها فرنسا. فلذلك اللغة الرسمية في غامبيا هي اللغة الإنجليزية. لكن أيضا لهجات القبائل هي متحدة، فلذلك اختلاف اللغة الرسمية هي ربما لا تؤثر تأثيرا كبيرا في المجتمع. يعني ايه متحدة؟ يعني هم قبيلة واحدة ولا هم كذا قبيلة؟ يعني تجد عدة قبائل، لكن نفس القبائل الموجودة في غامبيا هي التي في سنغال ايضا. اشهرها ايه؟ منها اللغة الفلانية واللغة الولوفية واللغة المندنكية والسونينكية وقبائل كثيرة يعني اخرى. تمام. طيب استاذ محمد بقى، قول لنا انت من قبيلة ايه اصلا؟ أنا من قبيلة فلان. فلان، طب قول لي كده أشهر العادات والتقاليد عندكم في القبيلة. طيب، يعني القبيلة الفلانية هي يعني قبيلة يعني أصيلة في القارة السمراء، وتجدها في تقريبا جميع دول أفريقيا، يعني في السودان، في تشاد، في موريتانيا، في السنغال، في نيجيريا، يعني تقريبا ما شاء الله في كل منتشرين يعني. أيوة منتشرين، وهم معروفين ب يعني رؤاة الرحل، يعني هم عندهم ابقار ويترحلون كثير، يبحثون عن المناطق يعني حيث توجد فيها يعني الماء والرعي، تراهم يعني لا يستقرون في مكان ما. طيب، وهم يعني غالبيتهم يعني معتنقين للديانة الإسلامية. تمام. طيب أستاذ محمد الهاشمي بقى، يعني لو أنا جاية إن شاء الله غامبيا قريب، إيه أشهر الأماكن السياحية اللي عندكم اللي أقدر أزورها؟ يعني مشهورة بإيه؟ طيب، يعني زيارتك لدولة غامبيا التي تلقب بالساحل المبتسم لأنها مبتسمة فعلا. الله. هذا يشرفنا كثيرا. حلو الاسم ده جدا. يعني هناك أماكن جذابة ومريحة وجميلة جدا لمن يهتم بالسياحة. يعني مما ينفرد به غامبيا في جانب السياحة أنه أولا فيه نهر يسمى نهر غامبيا، من ذلك النهر اشتق اسم الدولة. أوكي. طيب، يتميز النهر بأنه يعني لا يوجد فيه أحجار، لا يوجد فيه أخطار النهر، فأنت تستطيع يعني أن تتبحر، يعني تتمتع بالسياحة في البحر وأنت آمن، ليس هناك أي خطورة، وعلى مستوى الدولة، لأن النهر يشق البلد نصفين. أوكي. من بداية الدولة ويصب على المحيط الأطلسي. إذا فهذه المساحة الكبيرة يعني مساحة جميلة جدا وكبيرة للاستمتاع في البحر. وهناك أيضا يعني بريا هناك أماكن أخرى أيضا جميلة جدا وهي تاريخية ويزورها كثير من السياح. وحدث هناك أحداث عند الاستعمار، خصوصا الرجل البطل المشهور عندنا الذي هو كونتا كينتي، له تاريخ يعني مشهور وكبير جدا بينه وبين الاستعمار. فالقرية التي أتى منها
يزورها يعني كثير من السياح ويرون. تعرف طب قصة يعني قصته عن إيه لو مقتطفات كده صغيرة؟ يعني باختصار شديد يعني عنه، كنت كنت هو كان رجلا بطلا ويعني عريق الإفريقي، يعني له انتماء إفريقي أصيل جدا، هذا من أكثر ما يتميز به. وكذلك أيضا يعني متمسك أيضا بعاداته وتقاليده وديانته. فلما جاء الاستعمار كما نعرف زمان كانوا يأخذون الناس إلى بلاد الغرب للاستعباد. أيوه. وهو وقع في قفصهم فأخذوه إلى الغرب هناك. وعانى هناك عدة أنواع من التعذيبات ليتخلى عن أصوله ويعني إفريقيته ليصبح عبدا طائعا لهم، إلا أنه كان مصرا على أن يبقى على أصالته الإفريقية وعلى ديانته. فعانى عدة أنواع من التعذيب هناك، لكن مع ذلك صر يعني على إفريقيته. فلذلك نحن نفتخر به كثيرا. ونفتخر بأننا أفارقة ونقتدي منه أن ننتمي إلى إفريقيتنا وأن ننتمي إلى ساحلنا المبتسم. يعني القصة الجميلة دي أغلب الزوار بقى بيجوا المنطقة بتاعت يعني مولد كنتك أنت زي ما بتقول. علشان هو يعني في الغرب بالذات مشهور ومعروف مش كده؟ نعم. تمام. طيب ايه تاني يعني؟ طيب كلمة أستاذ محمد قول لي شوية. بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ، يعني هذا المكان الذي انحدر منه هذا الرجل يسمى بجفرة، وهو هذا الرجل من قبيلة كنتي، لذلك يسمى إيه كنت كنتي هي اللقب. أوكي. نعم. ويعني ما زال حتى الآن يعني في غامبيا يحتفل له يعني سنويا احتفال كبير، ويعني يحضرها المواطنون وأيضا الناس من الدول الجوار وحتى يعني في القارب في جامايكا وفي أمريكا، ويسمى هذا الاحتفال بـ International Root Festival. وهم يعني الأفارقة الذين يبحثون العايشين في الغرب وفي أمريكا ويبحثون عن أصولهم. غالبا ما يحضرون هذا الاحتفال السنوي التي تقام في شهر مي، شهر الرابع في كل سنة. وهي احتفال يعني ممتع جدا جدا، ونتمنى إن شاء الله لما يعني يحتفل بها مرة أخرى زوم أفريقيا يكون حاضرا. لا لازم لازم، لأن القصة الله. دي أعتقد يعني من السادة المشاهدين كتير ما يعرفهاش. وقصة يعني فعلا تشد أن الواحد يروح ويدور على الشخصية البطولية دي يعني. طبعا. طيب قول لي بقى أشهر الأكلات الموجودة في دولة جامبيا. طيب جامبيا كما تعرف يعني دولة مطلة على المحيط الأطلسي، وأيضا عندها نهر أريق، يعني غالبية الأكلات الأسماك أكيد الأسماك يعني الأسماك موجود، ويعني عندنا ما يسمى بالرز والسمك تشيبوجين، وعندنا أيضا ما يسمى ببلاساس، وأكثر الجامبيين يحبون يعني هذا الأكل بلاساس. وهي أيضا عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني أكلة يعني يخط فيها كل انواع السمك، يعني السمك والجمبري والخضار، فاهم حاجه يعني اسمه ايه كوكتيل. اوكي. نعم. وجميله جدا، واغلبيه الشعب يحب هذا الاكل يعني. يسمى بلاسس. تمام. استاذ محمد الهاشمي لفت نظري انتوا تكلموا عربي كويس. نعم. تعلمتوا العربي فين بقى؟ بدايتي لتعلم العربية كانت من السنغال وغامبيا. يعني درست في السنغال ودرست أيضا في غامبيا. يعني في بعض المدارس بتعلم اللغة العربية؟ نعم. هناك مدارس قائمة يعني تدرس العربية. نعم. وبجانب ذلك أيضا تدرس الإنجليزية لكونها هي اللغة الرسمية. إلا أن المدرسة مدرسة عربية يعني. مدرسة عربية؟ نعم. هناك مدارس تمام. كثيرة جدا في غامبيا متخصصة في تعليم اللغة العربية. عظيم. نعم. عظيم جدا.
طيب استاذ محمد، يعني احكي لي شويه، انت بقالك قد ايه في مصر؟ وما جيت مصر كده، يعني هل وجدت تشابه ولا اختلاف في العادات والتقاليد والثقافات؟ يعني حسيت ان انت في غربه مثلا ولا لا حسيت بالفه شويه؟ تمام. انا تمام بقالي تقريبا 9 سنين. 9 سنين مصري جنبي بقى. تمام مصري. ويعني وكان في سنه 2013 يعني جيت لمصر لواصل دراستي في الأزهر الشريف. طيب في البداية يعني واجهنا بعض الصعوبات، عشان ربما اختلاف في يعني بعض العادات، وأنت يعني قبل ما تتعود يكون صعب عليك شوية، بس بعد ما تتعود وتتأقلم وتتمصر يعني في النهاية يعني تستطيع أن تعيش يعني بكل راحة وبكل يعني وانت مطمئن كانك يعني بين يعني اسرتك وبين عائلتك. نعم. فعلا يعني الحقيقه احنا بنعتز طبعا بوجودكم هنا معانا. نورتونا استاذ محمد انجاي واستاذ محمد الهاشمي من دوله جنبي. نورتونا. شكرا جزيلا. نوركم. مشاهدينا فاصل اجي لكم تاني. بيحاول يحققه أستاذ بنجورة مالك من دولة غينيا كوناكري، يعلم أطفال الجاليات المختلفة من غينيا وتوجو وبوركينا فاسو وكمان بنين. احنا جينا هنا عشان نقابل أستاذ بنجورة وكمان نقابل الأطفال ونفهم منه إيه المشروع وكاميرا زوم أفريكا مع حضرتك. إزيك أستاذ بنجورة؟ كويس الحمد لله، الله يخليك. احكي لنا بقى على مشروعك والحلم اللي أنت عايز تحققه في مصر. والله أول حاجة أشكر حضرتكم خاصة يا دكتورة سالي، أشكركم جدا على فرصة ذهبية اللي أديتنا حضور عندنا لغاية دلوقتي، وأشكر سيد السفير السابق غينيا اللي فتح لي أبواب وقابل حضراتكم. أول مرة لما ذهبت في مكتب عندكم أنت استقبلني كل استقبال، الحمد لله أشكركم على ذلك. وطموحات اللي عندي أصلا لقينا عندنا جالية غينية وخاصة أو جالية إفريقية بدأنا نزيد في مصر. عددكم قد إيه تقريبا؟ تقريبا 6 أو 5 بين 6 و5. 6000. طيب وبنات ورجالة. طيب لازم الشباب يجوزوا بنات، طيب وبعد الجواز لازم يجيب بيبي يغل، وما عندهمش إمكانية لتحمل دراسة الأطفال، عشان كده فكرت وأفتح المجال مكان، بس أطلب من حضراتكم تساعدوني تساعدوني بكل اتجاه عشان أحقق حلمي اللي عندي. يعني انت عايز تفتح مدرسه؟ ايوه صح، تعلم فيها ابناء الجاليات المختلفه. ايه الجاليات المختلفه كمان الموجوده هنا؟ في بوركينا فاسو وفي بنين وفي توغو وفي كوت ديفوار وفي حتى السودان. يا حتى السودان جمنا هذا سودانيين الحمد لله، وفي هم 6 جنسيات مختلفه. طيب عرفنا اكتر بقى على البرامج التعليميه لدوله غينيا، يعني هل فيها لغه عربيه؟ في التعليم الاساسي بيبقى بالفرنسيه ولا باللغه الانجليزيه؟ في كل التعليمات كل اللغات، الثلاث لغات وفي اكتر كده في غينيا. تمام. واللغه الرسميه اللغه الفرنسيه. تمام. ده اللغه الاساسيه، واللغه الانجليزيه واللغه العربيه. انا اصلا درست من البدايه من صغري لغاية دلوقتي درست اللغة العربية من ما كنت في بلدك في كوناكري. أيوة. مش كده؟ ايوه متطورة عندنا اللغة الانجليزية اللغة العربية جدا. طيب قول لي بقى عدد الأطفال اللي أنت بتتارجت إن هم يبقوا موجودين قد إيه؟
يعني أولياء الأمور هم قوموا وأدوني إيالهم عشان نعلمهم، عددهم يوصل بين 60 و65 كبداية يعني. كبداية يعني حاليا دول موجودين معنا. يعني حلمك بقى إيه أو بتناشد وجودك في مصر؟ يعني هل أنت محتاج تراخيص، محتاج مساعدة، يعني إيه اللي أنت محتاجه علشان فعلا الحلم ده يتحقق؟ فعلا أنا محتاج ترخيص جدا من الحكومة المصرية، عاوزين مساعدة لأن الأولياء والأمور مش يقدروا يدفعوا مصاريف. أنا صرفت كتير الحمد لله لغاية دلوقتي، أنا عندي شجاعة أوصل ما أحقق حاجة اللي أنا عاوز أحققها، والحمد لله وجودكم معنا يكون لنا شرف كتير. والله أنا يعني سعيدة جدا بوجودي معاكم وكاميرات زوم أفريكا، يعني إحنا دايما بنساند كل إخواتنا الأفارقة، إحنا أصلا المصريين أفارقة يعني. أيوة. بالأساس، وبنوصل صوتك للمسؤولين إن شاء الله يعني حلمك يتحقق وإحنا معاك يعني. إن شاء الله يا رب يا رب. شكرا لي. شكرا. مشاهدي زوم أفريكا، كنا من شوية مع أستاذ بنجورة مالك وحلمه الكبير لوجود مدرسة للأطفال الأفارقة من الجاليات المختلفة هنا في مصر. دلوقتي أنا واقفة يعني مع عدد من الأطفال من مختلف الجنسيات، هنتكلم معهم هنا بيتعلموا إيه في مصر. إزيك؟ اسمك إيه؟ مالك. أنت من غينيا صح؟ طب قولي أنت بتتعلم إيه؟ بتتعلم الحروف الهجائية؟ حافظهم كلهم؟ طب يلا قول. أوف الجاية تمايا تلوشو الفن ألف با تا سا جيم ها هو دل زل. برافو 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 عليك. ولد 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 بنت بنت أسرتي أسرتي أنا أنا أختي 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 أختي, أختي أبي أبي أمي أمي أمي. مشاهدي زوم أفريكا، معايا دلوقتي لقاء مع مستر بنجورة سعيد، هو مدرس اللغة العربية للأطفال. إزيك؟ الحمد لله يا أستاذة. طب قول لي بقى، أنت بتدرس الأطفال هنا يعني بتدرس لهم إيه؟ بدرس لهم اللغة العربية، وهذه اللغة لغة القرآن، ولغة مهمة جدا في عالم الإسلام يعني، والعالم أصلا تحتاج اللغة العربية، لأن لولا العرب لما كانت تقدم العالم أصلا، لأن الطب علمت من العرب، وكل هذه العلوم تطوروا في أوروبا والغرب تطوروها، ولكن كل هذه الأشياء مننا من العرب أصلا، فلازم ندرسهم العربي إنجليزي فرنسي يكونوا خادما للعالم، ليس على قارة إفريقيا أو على غينيا. فلذلك تجد في هنا من بوركينا وساحل الآج وبنين، كل هذه الأشياء، لذلك عندنا طموح نريد أن نحققها. طيب قولي، أنت تعلمت أصلا اللغة العربية فين؟ أنا تعلمت اللغة العربية في بلدي، وكان هناك أزهريون يدرسوننا، وجاءنا إلى مصر والتحقنا إلى أزهر، والحمد لله تخرجنا في الأزهر وما زلنا معهم أيضا. طب هل بقى الأطفال مستجيبين للغة العربية وكده، ولا بتلاقي شوية صعوبة في التعليم؟ لا، كل العلماء فيه صعوبة، ولكن على حسب الأساتذة، لأن الأستاذ قلب الطالب، الطالب هو الأستاذ هو المرسل، فالرسالة لو وصلت في صح فأولاد يتعلموا صح، لأن تعليم الأولاد صراحة يعني في صعوبة، نلحق صعوبات كثيرة، ولكن هذا من طبيعة الإنسان يعني، فلذا هذه هي نيتنا يعني وطموحاتنا، ونرجو أن تساعدونا في تحقيق هذه الأشياء. تمام، شكرا. شكرا لك مستر بنجورة. شكرا لمقابلتكم إن شاء الله.
مشاهدينا رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نورني في الاستوديو تورين محمد كوندا كادياتو وبنجورة ابراهيم. اهلا بكم في زوم افريكا. اهلا بكم. عايزين نعرف سادة المشاهدين على غينيا كوناكري، هي فين؟ اللغه بتاعتها ايه؟ انت من قبيله ايه مثلا او هو من قبيله ايه؟ اهلا بكم. لا هنا نحن مبسوطين جدا وفرحانين لإضافتنا إياكم النهاردة. أنا أحد أعضاء جالية المكتب غينيا. أنا أمامكم اليوم هنا باسم الرئيس الجالية عبدالله سو. تمام. وإن شاء الله السؤال الذي سألتموه إن شاء الله أنا سوف أحاول إن شاء الله لأوضح لكم، يعني إن شاء الله لا وصعي يعني. إن شاء الله غينيا بلد إن شاء الله ليست كبيرة واسعة كمصر إن شاء الله، وسكانها تبلغ 15 مليون أو فوق ذلك. وغينيا تقع في غرب إفريقيا. تمام. بيحبوا بقى الغنى، يعني الغنى والفن شيء أساسي في دولة غينيا؟ أيوة، يعني شيء أساسي أقول هكذا، لأن كثيرا يهتمون بها بالأغنية، يعني كما ترون أمامكم. طب عايزين بقى نقول لهم كده نسمع حاجة. سجيرا إن شاء الله. من كغوي كيو في النغوي روما غوي رومي رومي. أني دينه دينه لينونت كوني دينه أني دينه دينه لينونت بيبي أني دينه ماني كدني سوسو دينو أني دينه نغوني فل دني سوسو دينو أني دينه نغوني برس دني لندوما دينو أني دينه نغوني هاو مودي ومبوريبي ومبوري مونيريما مليني كدي جولي مبيري ماما فيرا او انو في في فاري ما ولينا نفما ونغا دينيه لجينا دي غا دينيه اناتو لجينا دي مالاني ايجبتو كوي لانينا نيري دنيا ايو اني دينيه لانينا مبوري منا ونغا دي اصانو. طيب انواع الاغاني في غينيا، يعني ايه انواع الاغاني اللي بيحبوها؟ اغاني رومانسيه، اغاني وطنيه، اغاني حماسيه، يعني قول لنا كده شويه. غينيا يعني فيها انواع كثير من موسيقى، يعني انواع كثير الموسيقيه، لكن الموسيقى الشعبيه التي كل يعني يعني متركز فيها، يعني فيها هو اسمها مامايا او افرو ماندينج، يعني مامايا. فمامايا دي حتى هي يعني كلهم متركزين في هذا النوع. تمام. طيب بعدين بقى نسمع توري او ميوزيكا مو ماما لوبانو توما وما ما شيرين مون عرفما مو ابيبي جنيونا نسيري عرفما نمو بالي سنفاين ايران نمبا خانجينا غاني يومي ما برما ففي ما دمي ما باسي ما ترى فاني ميما دوما نفولي راوتا نفولي نيوما ندي ndandera bangi mima dauma utufanyia nala utukana maneyo wonala lowewe yanagampalambe shiri eske iyaragegiyo
Guinea, Mugata Torinita Nanto, Isuazi. Pompey to Wama Loga Nango, to Wama, Wama Madiora Nango. You know Guinea Narantor of you. Semi Imana says of the son of E. Okipe. You know Guinea Narantor of you, Mama. Imana says of the son of E. Okipe. Tenamun ba tenamun tenamun malobu fama namun. ماشي تمام. طيب محتاجه افهم بقى يعني هي الاغنيه معناها ايه؟ محمد توري والله هو هنا يقدم في موسيقى بتاعه الحب بما يتعلق عن الحب او العشق يعني العشق يعني دي اغنيه رومانسيه؟ ايوه اغنيه رومانسيه ايوه تمام بين يعني المتزوجين فهمت في ناس كما نعرف في رجال قد يعني كيف يحب يعني يعشقون الى امراه ويعني حين ذاك الوقت الذي هو كان يعني يحب تلك هذه تلك المراه حتى يعني يتزوج مع يعني معها حين ذاك لم يكن عنده يعني الثروه لم يكن عنده مال لم يكن عنده ثروه كبيره واللهجه اللي كان بيغني بيها ايه؟ لهجتنا لهجه سوسو تمام فلما وجد الثروه متوفره وصار يعني غنيا ترك هذه المراه ويعني وخدعها وتركها وهو ينصو هنا في هذه الموسيقى انه ليس هذا امر يعني قبيح امر يعني لا يجوز انت لو يعني تحاببت مع امراه ويعني يعني كنتم معا في ساعه العسر وبعد ذلك لما يجد الوسع او لما ياتي الغنى فهمت هذا الرجل وهذه البنت هذه المرأة كانت سببا كبيرا لتقدم والله تقدم الأغنية و... يعني ليها معنى أيوة لطيف قوي لوسعة ثروتي الذي هو فيه يعني عايزين بقى نسمع أغنية مشتركة يعني لتوري وكوندي ايوا ما فريمون دي كومبيلاسيون خوم بلغم بوري ولما مدي دنيا كنو مسلين يا مسلين يا ويفيرتي وليبريا ماتو جرمني كندا لاني سابو مسلين يا مسلين يا سراليا ماتو جرمني كندا إماتو إزبت بلاني تنابي بنا يا أبوغي دي مولان بوغي أموسي غاما يا ريبان يي لا بي وان على ني لجيني دي بيري واما لا بي نغوما لروج هبي لجون الوفي يي مي فلا نجيسا ماما دم وينا نكويتو تو وانتو فدوغيا بيرينيا نانتيغي مورا وانا ديا ومبوري بيه وانا لان بوغي هبوغي دي بولان بوغي موسيقى ما ياريما اما تو ميسالينا يا ميسالينا يا ناي فالوبا
alagina de mulayo wo musigama imato ahmedi sekudiene wo ngadiye wo borebe je veux la paix et puis la paix la paix moi je veux la paix la paix توري محمد وكندي كادياكو وبنجورا ابراهيم نورتونا بزوم افريكا واستمتعنا بالغنى الغي نورتونا شكرا شكرا مشاهدينا للاسف خلصت حلقتنا النهارده استنونا كل سبت الساعه 9 مساء زوم افريكا هنشوف قارتنا على الارض